نضحي عشان بلدنا، احنا هنعمل حاجه لبلدنا، احنا هنقبل التحدي لبلدنا، احنا هنرفع اسم شباب مصر، احنا هنرفع مصر. كل تصوراتنا لشباب بلدنا وكل رؤيتنا لشباب بلدنا، وهم اللي هيكملوا، وهم اللي هيقدروا يتولوا القيادات الفتره الجايه، وهم اللي هيقدروا يتحركوا، ولازم يستوعبوا ده، ولازم يشوفوا رموز ناجحه من القيادات على كل المستويات وعلى كل المسؤوليات، لان هم اللي قادرين يكملوا ده. برغم كل الظروف اللي احنا فيها، برغم كل اللي بيحصل، باذن الله باذن الله نروح مصر بميداليه ذهب في جميع اللاعبين ان شاء الله يا رب، وكل اللاعبين في جده باذن الله. فانا وجودي وسط ابطال مصر النهارده هو شرف وهو وسام على صدري، واول ميداليه باخدها ان انا موجود معاكم النهارده، لان انتوا الابطال الحقيقيين فعلا لمصر بما تعنيه كلمه بطل. الحقيقه انه تمثيل مصر دائما شرف ومسؤوليه، هو شرف في حد ذاته، لكن الشرف ده زاد بعد ثورة 25 يناير المجيد. بعد هذه التضحيات والدماء والشهداء أصبح نظرة العالم مختلفة جدا لمصر، أو مختلفة جدا للبطل المصري. فإن كان تمثيل مصر قبل كده كان شرف، فالشرف ازداد شرفا مرة أخرى على أيديكم وأنتم رايحين تمثلوا مصر بعد الثورة. في المقابل تمثيل مصر طبعا مسؤولية، والمسؤولية برضه بتزيد بعد الثورة. ان شعبك فيه طموحات عاليه جدا، في سقف توقعات عالي جدا في كل المجالات، وبالتالي دون لا يحدث ليك نوع من القلق، انما هو نوع القلق الايجابي، قلق الحرص على الانجاز. فكما انه شرف مسؤوليه ازداد شرفا، وبرضه المسؤوليه والتبعه اصبحت زياده عليك. احنا مش قلقين من زياده المسؤوليه والتبعه، لان احنا متاكدين ان ابطالنا الرايحين مش بس هيمثلوا مصر على مستوى التنافس والبطوله، انما هم فعلا هيمثلوا مصر على مستوى ما تعكسه هذه الثوره من قيم اخلاقيه وتواصل اجتماعي وانفتاح على الاخر وانفتاح على الغير. الحقيقه انه الفتره اللي فاتت احنا بنعيش مرحله انتقاليه وبنعيش تحول ديمقراطي. وفي التحول الديمقراطي والمساله الانتقاليه الانشطه تتعثر او تتوقف، مستوى الاحتكاك بيقل او بيضعف ومع هذا. فانتوا اللي عودتونا على كده. رغم هذه المعطيات والمقدمات، لكن النتائج التي تتحقق تتناقض تماما مع هذه المقدمات. انتم قادرون على احداث الدهشه، قادرون على احداث البهجه، انتم مولدوا الفرحه في الشعب في الفتره القادمه. الظروف اللي مرت بيها بلدنا خلال الفتره اللي فاتت، وخصوصا النشاط الرياضي، تعلموا توقف نشاط رياضي نتيجة أحداث ممكن تكون الحياة نقلت المشهد الرياضي إلى مشهد سياسي رياضي. تعلموا كم تحملت وزارة الدولة للرياضة خلال الفترة الماضية عودة النشاط الرياضي. تعلموا جميعا عبء إن أنت تعمل تجانس وإنك ترجع منظومة الرياضة المصرية. يمكن اللي الناس ما بترصدوش تملي هي حجم الانجازات خلال الفتره الماضيه. احنا ربنا اكرمنا كوزاره الدوله للرياضه بمساعده اكيد كل رؤساء الاتحادات واكيد اللجنه الاولمبيه والابطال. انتوا عارفين مصر ما شاء الله ربنا اكرمها حصدت كام ميداليه خلال 8 شهور؟ 338 ميداليه على مستوى الالعاب الاولمبيه والغير اولمبيه في مصر خلال 8 شهور، او بالمعنى الادق خلال 6 شهور، لان احنا تولينا وزاره الرياضه 2/8. ده كان تحديات لوزاره الرياضه، ازاي تقوم الاتحادات، ازاي تقوم الانديه، ازاي تقومها بعد معاناه سنه كامله، ازاي توضح للدوله ان الرياضه مهنه، ان الرياضه اقتصاد، ان الرياضه صناعه، ان الرياضه استثمار. المنظر اللي احنا موجودين فيه النهارده، وده يمكن حاجه طبيعيه جدا ان احنا نكون موجودين في وداع ابطالنا على اساس ان هم رايحين يمثلوا بلدنا، رايحين يرفعوا اسم مصر. يمكن في نموذج موجود على المنصة، نموذجين أعتقد مهمين جدا ليكم كلكم، هما وزيرين شابين، يمكن الدكتور أسامة ياسين والعمري فاروق، الاثنين بيتعاملوا في مرحلة سن الأربعين، وبالتبعية ده ما كانش موجود في بلدنا قبل كده. يعني معنى كده إن الشباب الفترة الجاية المفروض يبتدي يتولى زمام أمور كثيرة ويتولى زمام أمور لبلده، وبالتبعية هيجي من القيادات اللي موجودة قدامي دي، القيادات الشابة، القيادات الذكية، القيادات اللي بتبقى عارفة قوي كويس قوي ترفع اسم بلدها ازاي، تبقى عندها تحديات مع نفسها في الوقت الصعب. تملي المصريين بيعدوا في الوقت الصعب، تملي المصريين بيحققوا، وعندنا أحداث كتيرة سواء رياضية أو سياسية، المصري تملي بيقف في أصعب الأمور وبيبدأ يتحرك. أعتقد
خلال الفترات اللي فاتت دي كانت وزارة الرياضة بتدعم كل قطاع البطولة بشكل كبير. احنا دعمنا الحقيقة ب 114 مليون جنيه جميع الاتحادات واللجنة الأولمبية وجميع الأندية المصرية خلال الفترة اللي فاتت دي، كنا بنتحرك معاهم بشكل قوي جدا. ممكن يكون في اختلافات وجهات نظر، لكن في الآخر احنا مسلمين وما ينفعش نكون دائما على خلاف، ومش ممكن نبقى دائما على وفاق، لأن احنا بشر. فممكن يبقى في اختلاف وجهات النظر، لكن هذه الاختلافات لا تسرد الود القضية، لازم تكون إيدينا إيد واحدة. السؤال ده مع الوزير العمري فاروق، أنا بسأله لسيادتك، وأتمنى زي ما بنعمل دايما مفاجأة لشبابنا، إنه لما نبقى موجودين في الدورة في مرسل في تركيا، مش منتظر الرد دلوقتي، لكن ترد لنا في تركيا هتعمل إيه مع شبابنا إن شاء الله، بعد ما يرجعوا زي ما وعدوا سيادتك وعدوا سيادة الوزير أسامة ياسين، زي ما قال إحنا عايزين نكون وجهة قوية ونقدر نعمل شيء كويس. فأنا ده سؤالي لسيادتك، والإجابة إن شاء الله عايز أقول تحت أمرك. يعني إحنا مش عايزين يعني لا، يعني ممكن يجتمع سعيدتنا بيك هناك، يعني في اجتماع آخر هناك مع الشباب. عايز طبعا عايز سخنه من دلوقتي ماشي حاجة ياسر. والله وأنا هقول لكم على حاجة اللي أتمنه لكم من قلبي، هو طبعا امر طبيعي ان الحافز المالي هو حافز مهم جدا لاي بني ادم، بس اللي انا اعرفه ان احنا محتاجين ان احنا كشباب لما نتحدى نفسنا لبلدنا الاول بشكل قوي، واحنا هنقدر نقيم ده ونزوده. يعني اوعى تتخيل ان بلدك، اسمعوني بعد اذنكم، اوعى تتخيل ان بلدك هتبخل عليك. انا اعتقد انا قلتها في كلمتي، قلت ربنا هيكرمنا بمشيئه الله تعالى وهنحقق واحنا نعد بزياده المكافئات. كلمه كانت واضحه، يعني الموضوع محسوب، بس خلينا نكون تقول يا استاذ رحمه، خلينا نبقى ايه حاسمين امورنا، ان اهم حاجه في الجزئيه الرئيسيه بالنسبه لنا ان احنا نرفع اسم بلدنا. لو ربنا اكرمنا بمستوى طيب انا عايزكم نضربها في اتنين. Grazie.